الخير واهلا بحضراتكم ولقاء جديد من تلفزيون اليوم السابع. والحقيقه ان احنا معانا النهارده في ضيافه تلفزيون اليوم السابع يعني نموذج جديد من السيدات او الفتيات اللواتي استطعنا ان يعني يدخلوا ل يعني مهنه جديده لم تعد حكرا على الرجال فقط. الحقيقة انه يمكن واحنا صغيرين كنا متعودين دايما اللي بيحب يلعب بالعربيات او يعني يفك الطيارات ويركب العربيات كانوا الولاد اكتر من البنات، لكن احنا النهاردة في ضيافتنا الحقيقة نموذج مشرف، اول يعني مهندسة ميكانيكا مصرية وعربية وافريقية تحصل على جائزة ستيفي يعني الفضية للسيدات. طبعا هي يعني جائزة في مجال صناعة وميكانيكا السيارات، هتكلمنا اكتر عنها. ويعني الحقيقة ان احنا متعودين في تلفزيون اليوم السابع اننا يعني بنكون حريصين دايما اننا يعني يكون معانا هذه النماذج المشرفة في تلفزيون اليوم السابع لتسليط الضوء عليهم بشكل اكبر، علشان يعني حقيقي حاجة تشرف لما نلاقي بنات مصر بتوصل للحتت دي، حقيقي حاجة تفرح جدا وحاجة تشرف. احنا في ضيافتنا النهاردة في تلفزيون اليوم السابع مهندسة الميكانيكا رانيا الغباشي، اول مهندسة مصرية وعربية وافريقية تحصل على جائزة ستيفي للسيدات. يا باشمهندسة منورانا في تلفزيون اليوم السابع، وبجد انا فخورة بيكي جدا، اهلا بيكي. اهلا وسهلا، وانا كمان مبسوطة ان انا معاكم النهاردة. قوليلي بقى ليه العربيات، اشمعنى المجال ده؟ هو عامة العربيات كانت شغفي من وانا صغيرة خالص، دايما كنت اتفرج وانا صغيرة من طفولتي على سابق ولاحق، وبشوف ازاي كان الدكتور في الكرتون كان بيصمم وبيصنع العربيات السباق بتاعتهم بحيث يشوف اتجاه الطيار بتاع الهواء وهي ماشيه في التراك والكلام ده كله. يعني البدايه كانت من سابق ولاحق. بالظبط، كانت من الطفوله. من بعد كده بدات بقى تكبر اكتر واكتر بسبب كمان حبي للرياضيات، وخصوصا ان ماما مدرسه رياضيات في مدارس المتفوقين ستيم سكولز. من هنا بحب جدا بقى الرياضه، فمن هنا دخلت علم رياضة في الثانوية العامة، ويمكن أنا الوحيدة في إخواتي الخمسة اللي دخلت علم رياضة. ومن هنا دخلت هندسة، وبعد كده بدأت إن أنا الثانوية العامة يمكن سؤال محرج، بس بالنسبة لي كنت في تانية ثانوي، كنت على النظام القديم في تانية ثانوي جبت 92. في تالتة ثانوي طبعا عشان أدخل هندسة كان لازم أعلي مجموعي، فجبت 98% في تالتة ثانوي، مع إن كل اللي حواليا وأقرب الناس ليا كانوا دايما يقولوا لي في تالتة ثانوي بالذات علم رياضة كانوا بيقلوا في المجموع مش بيزيدوا عن تانية ثانوي يعني. بس الحمد لله في تالتة ثانوي انا جبت 98%، وافتكر كمان كنت واخدة مستوى رفيع رياضة، مش جغرافيا ولا المستويات الرفيع، المستوى الرفيع اللي هو كان على ايامنا بقى كان رياضة في النظام. بالظبط. والحمد لله دخلنا هندسة. والحمد لله دخلت هندسة. بالظبط، تمام. لكن يعني كلميني اكتر، انت اصلا هندسة المنوفية؟ بابا وماما كانوا يعني لما عرفوا ان انت حابه تدخلي تحديدا هندسه ميكانيكا، يعني يمكن شويه المهنه اللي هو ايه، لا دي مهنه ولاد اكتر مش بنات كتير بتدخلها. بالزبط. فكان ايه رايهم في الموضوع وشجعوكي ازاي؟ طبعا في الاول خالص بابا وماما لما لقوني عايزه ادخل هندسه التصميم الميكانيكي والانتاج، قالوا لي ده مجال مختلف والرجال اصلا ما بيشتغلوش فيه، بس في الاول وفي الاخر ده قرار يرجع لك وده مستقبلك وانت حره فيه. فمن بعدها فعلا قلت لهم خلاص انا هقرر ان انا هدخل ميكانيكا التصميم الميكانيكي، هندسه التصميم الميكانيكي والانتاج. ومن هنا بدات رحلتي بقى، بدات ان انا اشتركت في انا وتيم معايا، كنت نائب قائد الفريق. من ساعتها بقى بدأنا نكون التيم ونشوف هنشترك في مسابقة اسمها فورمولا ستيودنت. فورمولا ستيودنت ده كل ده واحنا لسه في الجامعة، كل ده واحنا لسه بنقول يا هادي. من بعدها بدأت فورمولا ستيودنت دي مسابقة بتقام في انجلترا كل سنة لطلبة ميكانيكا بالذات،
بحيث ان هم بيصمموا وبيصنعوا عربيه سباق. عربيه سباق بيتم المشاركه فيها في انجلترا بالفعل، وبتسابق ما بين فرق مختلفه على مستوى العالم. ففورمولا ستيودنت هي مسابقه عالميه بتقام في انجلترا. من هنا احنا شاركنا فيها لمدة سنتين. سنة 2013 خدنا المركز ال 16 على مستوى العالم ما شاء الله في الديزاين. وكان مشارك كام؟ حوالي 30 فريق على مستوى العالم. حلو جدا. من بعدها بدأت اشتركنا تاني في 2014 اللي هي كانت سنة التخرج بالنسبة لنا، وخدنا المركز السابع، فده كان تقدم بالنسبة لنا برضو على مستوى العالم في الديزاين. ده برضو بالنسبة لنا كان تقدم كبير من المركز 16 لمركز السابع في خلال طبعا. سنة. وبعد التخرج بقى دخلنا المجال العملي. احكي لي بقى على الجائزة، جائزة ستيفي طبعا للسيدات، يعني قولي لي ايه هي الجائزة اصلا اللي مش عارفها كويس، ايه هي عبارة عن ايه، وازاي انت كمان قدمتي عليها، وطبعا يعني اصبحتي الاول مصرية وعربية وافريقية تفوز بيها. هو اولا الجائزه، جائزه ستيفي اووردز، هي جوائز في كذا بروجرام فيها، في 8 بروجرامز. انا قدمت في البروجرام اللي هو بتاع سيدات الاعمال او سيدات في قطاع الاعمال لجوائز ستيفي، وهي تعتبر اوسكار في مجال الاعمال في امريكا. بالنسبة لي جائزة ستيفي كانت حلم بالنسبة لي، كنت دايما أطمح أن أنا أقدم فيها وأكون مؤهلة للشروط بتاعتها أصلا من الأول. وعلشان كده كنت دايما بسعى ليها، وكنت دايما حطها تارجت بالنسبة لي. وخصوصا كانت في زميلتي وصاحبتي الأردنية هي اللي كانت كمان نومينيت مي ليها وعرفتني عليها. اوكي انت كمان هنا شاركتي في مشروعات، خلينا نجيلها بس بعد ما نتكلم في مشروعات الاردن والسعوديه. خلينا بس نبدا من اول ما بدات في الصناعه ذات نفسها. بدات في كار ان دي ميكانيكال ديزاين انجينير في مصنع في السادات للالواح الكهربائيه. من بعدها انضميت للشركه للاستشارات الهندسيه. أوكي. الشركه دي كانت مينلي بتشتغل على خدمات الهندسه العكسيه وال 3 دي سكاننج، وازاي نطور المنتج ونخليه منتج محلي. اي منتج جاي لنا من بره بالظبط. توطين الصناعه، معظم الصناعات في مصر او معظم قطع الغيار في صناعات مختلفه هاي تك زي الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، زي الايروسبيس. احنا كنا شغالين في الميدل ايست عموما. حلو جدا. وقدمنا على الجائزه. وفي الاوتوموتيف لا طبعا، احنا لسه لما انضميت لشركه عالميه لصناعه السيارات في مصر، كنت مسؤوله عن 3 كوموديتيز. كنت مسؤوله عن الانتيريور والاكستيريور وكمان الثيرمال سيستم. ما انا هاجي معاكي، انت بتصنعي ايه بالظبط في العربيه بالظبط؟ يعني هل ممكن اصنع العربيه من A to Z؟ يعني هل ممكن اصنعها، ولا هي عباره عن مكونات معينه بصنعها على حده مثلا؟ هو العربيه ذات نفسها بيبقى في جزء اجزاء، هي عباره عن اجزاء مجمعه مع بعضها. بيتم صناعه 60% من المنتج اللي هو الكوميرشال هنا في مصر، بحيث ان احنا نوطن الصناعه في مصر. أوكي. وخصوصا في صناعه السيارات، لان انا بحكم ان كنت شغاله في مصنع سيارات طبعا. بلس للعربيات بقى اللي هي الباسنجر، اللي هي بتبقى اسمها الملاك اللي عندنا. بتبقى نسبه المكون المحلي فيها بتوصل لحد 45% بيزد على كونسيدريشنز معينه، بيزد على متطلبات معينه من الهوم رومز اللي هم مصنعين او مصممين اصلا، اللي هم المصممين الاصليين للاجزاء دي. حلو جدا. فاحنا بنصنع اجزاء من معينه من العربيه بالظبط، من خلال استخدام خدمات الهندسه العكسيه في السيارات او في صناعه السيارات، مع كمان مراعاه المعايير المحدده للتصميم والجوده والفينيشنج. طب قولي لي زي ايه مثلا المكونات دي اللي في العربيه؟ يعني زي مثلا سي المرايات، زي ده از اكستيريور،
زي المرايات، زي البينتينج، دهان العربيه من بره، الدهان بيفرق لو هيتعمل الدهان على اجزاء بلاستيك او على اجزاء ميتال. زي برضو الهيد لامبز اللي هي الاضاءه اللي قدام والاضاءه اللي ورا للعربيه، زي الهاندلز بتاعه البيبان، زي الصاج ذات نفسه بقى بتاع العربيه. حلو جدا جدا، يعني بجد حاجه تشرف جدا، وكلنا فخورين بيك انت، يعني نموذج ناجح ورائع جدا لكل بنات مصر ان هم يحتذوا بيه حقيقي. تسلم. خلينا نروح للجائزه، قولي لي كان معاكي كام متنافس في الجائزه، جائزه ستيفي، ومن كام دوله حول العالم؟ جوائز ستيفي بيقدم عليها بالالافات، فكان معايا اكتر من 1500 وومن في حوالين العالم كله. حلو جدا. من ضمن 33 دوله على مستوى العالم برضو. وهي تعتبر رقم كبير قوي وتحدي صعب طبعا، وهي تعتبر اوسكار في امريكا لقطاع الاعمال، المجال ده بالظبط، في لقطاع الاعمال، اوسكار قطاع الاعمال. من هنا فعلا فزت بجائزه ستيفي الفضيه فور فيميل امبلوي اوف ذا يير ل 2020. عظيم جدا. طيب اوكي، بعد كده يعني اكيد كان يمكن بيجيلك تعليقات او يعني نوع من انواع الدي موتيفيشن، الباور اللي كانت بتجيلك بقى دي، كنت بتتعاملي معاها ازاي؟ وكمان قوليلي اصعب لحظه مرت عليكي كانت امتى، واكتر مره حسيتي انه بجد ممكن يكون تحدي صعب قوي. اوكي، اولا الصعوبات فعلا كانت كتيره جدا، ويمكن مش فاكرة منها حاجة، لأن أنا من الناس اللي هي أنا بأجنور خالص أو بتجاهل أي حد بيقول لي كلمة سلبية، يعني أو مش هتقدري أو أنت داخلة مجال مش هتعرفي تعملي فيه حاجة، ما نسمعش أي حاجة من الناس اللي حوالينا، إحنا ماشيين في طريقه، لأن كل الناس بيبقوا ماشيين في نفس التراك، وخلي بالك كل واحد بيشوف الموضوع من وجهه نظره، بيحكم على الامور من تجاربه الشخصيه، يعني بالظبط، وعلى حسب كمان الكوميونتي اللي هو عايش فيه، وعلى حسب هو تجاربه في الحياه اصلا عامله ازاي. اكيد. من هنا من ضمن الصعوبات دي كمان كانت اكتر حاجه بتواجهني بصراحه المواصلات، لان انا من المنوفيه ومن الاقاليم، صعب جدا ان انا اجي لو حبيت اشتغل في مجال السيارات، ما فيش في المنوفيه مجال سيارات، المصانع الكبيره بتاعه تصنيع السيارات هنا في اكتوبر في مصر في القاهره عموما، يعني اللي هي المدن الصناعيه الكبيره، فدي برضو كان التحدي بالنسبه لي، ان انا كان الشغل بيبقى 7 من الساعه 7 الصبح، كنت بضطر اخرج ساعات الساعه 4 الفجر علشان خاطر الحق الميعاد بتاع الشغل بتاعي واكون اون تايم في الشغل. طب انتوا بقى خدنا نفس وقلنا الحمد لله، يعني احنا كده، يعني اللي هو ايه، دي اكتر لحظه حاسه ان انا مبسوطه فيها او حسيت بجد بالفرحه الحقيقيه بصراحه، لما فزت بجائزه ستيفي دي كانت اعظم حاجه بالنسبه لي، لان هي كانت حلم بالنسبه لي اولا ثانيا كانت بالنسبه لي لا انا كده بدات احصد في حاجه فعلا، اللي انا كنت بعمله ده كان التراك الصح ليا اللي انا اخترته ليا، والحاجه اللي انا فعلا بحبها ودخلت فيها، وبقيت ليدنج لبنات كتيره جدا، وبقيت قدوه الحمد لله طبعا لبنات كتيره جدا ان هم يدخلوا المجال، مش بس حوالين مصر، لا حوالين العالم كله، فده بالنسبه لي حمل عليا مسؤوليه اكتر، ان انا لا انا هكمل واكمل واكمل لحد ما اوصل لكل احلامي ان شاء الله، بحيث ان ما حدش يقول في حاجه او في صناعه حكر على ست او مراه معينه او رجل او كده، يعني طبعا يعني هو مش او بس على جنس معين، انت مش بس مؤثره للبنات اللي في كليه هندسه اللي حابين يدخلوا قسم ميكانيكا، انت يعني بجد بتوجهي رسائل لكل البنات، وكمان والله الشباب انه اللي بجد حابب حاجه هيقدر يوصل لها. انا بس عايز اسالك سؤال، هل ممكن مهندسه الميكانيكا تشتغل في ورشه لو الظروف حكمت لده؟ بالظبط ممكن.
أوكي. احنا لما كنا بنعمل عربيه السباق فورمولا ستودنت اثناء دراستي أوكي. احنا فعلا كنا بنشتغل في ورشه وافتكر بابا كان بيجي معايا يقعد معايا الوش الفجر علشان خاطر بنصنع عربيه. كنت انا مسؤوله عن تصنيع الكرسي من الكربون فايبر من هنا. كنت بتصنعي الكرسي بتاع عربيه السباق؟ بتاع عربيه السباق بالظبط. وكنا بنصنعه من الكربون فايبر. ووالدك كان ووالدي كان بيقعد يستناني. كان كلهم بيبقوا شباب في الورشه وانا الوحيده اللي بنت. وافتكر ان هو كان بيقعد معايا لحد الفجر. يعني في مره قعد معايا لحد الفجر في رمضان اتسحرنا ربنا يخليه ويدي له صحه وبجد يعني يشوف تعبه ده. الحمد لله هو اوريدي اكيد الحمد لله شايف نتيجته قدامه ودي اعظم حاجه في الدنيا. وبجد لما بيكونوا كمان الاهل الاب والام طبعا داعمين لاولادهم في اي مجال هو ده دي بتبقى هنا تعرفي ان هي دي البوينت اصلا ناجح. هي اكيد دي البوينت ان هي دي البوينت ان تلاقي فعلا سبورت وراكي حتى لو هم مش شايفين الفيجن بتاعتك او مش شايفين انت نفسك في ايه او توصلي لايه بس بيسيبوكي مكملين وهنعمل اللي علينا. بيسيبوكي يقول لك خلاص خدي التجربه طبعا. جربي شوفي هنا وشوفي هنا وشوفي هنا يمكن فعلا محدش عارف ممكن يحصل فيها ايه او طبعا. معاكي ايه فاهمه. انت قلتي برضو نقطه حابه اقف عندها. قلتي انه كان في الورشه كانوا كلهم ولاد وانت البنت الوحيده فكان بيبقى ايه احساسك كمان هم يعني كانوا مثلا الولاد لما بيعرفوا ان انت مهندسه ميكانيكا وحابه تكملي جدا في الديبارتمنت ده او القسم ده كانوا بيقولوا لك ايه؟ لا هم طبعا هم الولاد اللي كانوا معانا في في التيم كانت كام واحده بنت في الجامعه. الولاد اللي كانوا معانا في التيم كانوا بصراحه كويسين وبيسبورت يعني اي حد بيجيله افكار كويسه بيبقوا سبورت اكتر من ان هم يقولوا لا او لا بنت او مش هتقدر او مش هتقدر. لا كانوا بصراحه دايما واقفين معانا كبنات. يعني احنا كنا ثلاث بنات في الفريق او اربعه اي ثينك اربع بنات بس بالظبط من ضمن 40 طالب. ده في الفورمولا ستودنت تيم. اوكي وفي الدفعه كلها لا الدفعه كلها بقى كانت حوالي 150 او يعني ماكسيمم 200 طالب. احنا كنا 15 بنت من 200 طالب 25 بنت حاجه كده. انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معانا وانتي نورتينا وبتمنى لك كل التوفيق يا رب في حياتك اللي جايه ان شاء الله. وبجد مبسوطه بيك. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقه من تلفزيون اليوم السابع. بشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعه وانتظرونا في لقاءات جديده من تلفزيون اليوم السابع. شكرا لكم والى اللقاء.